في المسار نفسه ومن النبع ذاته. يعود محملا بالوعي والثقافة والوطنية ليصبح أستاذا في الجامعة ومحاضرا في الكليات العسكرية، ثم إعلاميا، وفي الإعلام قدم الكثير وانتشر في مساحات واسعة ووصل إلى الكثير من محبيه ومتابعيه. كان كاتبا وما زال معدا ومقدما للعديد من البرامج في الإذاعة والتلفزة. وفي الجانب الآخر هو أيضا له إصداراته وكتبه. قلت لكم إن سيرته مليئة. أرحب بالدكتور سعود بن صالح مسيبيح، المستشار الإعلامي والتربوي ومدير عام العلاقات والتوعية في وزارة الداخلية سابقا، وأدعوه أن يتحدث إليكم على مدى 25 دقيقة وبعدها 5 دقائق للمناقشات والأسئلة. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي السيد مبارك على هذه الكلمات التي يعتز بها من إعلام قدير مثلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز سعادة الدكتور عبد الرحمن مراك، وكيل وزارة التعليم بشؤون التعليم، الإخوة الكرام الأفاضل هنا، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر لوزارة التعليم هذه الدعوة وهذا اللقاء الجميل الرائع في جازان الأصالة والحضارة والثقافة والتنمية والفكر. ولست كما قال أخي الدكتور فايز أبي فلاح أو مزارع أو من البادية، وإنما الحقيقة حرص والدي على تعليمي تعليما تربويا جميلا، فأرسلني إلى سويسرا للتعلم في مدارس داخلية جميلة، وكان رحمه الله حريصا على أن أتلقى أساليب التعليم في المدارس الداخلية التي أتعلم فيها الكثير من جوانب الاتيكيت وكيفية التعامل مع الأكل والدراسة عبر تعليم أجنبي نوعي. طبعا هذا الكلام غير صحيح الحقيقة، لكن أنا درست مدرسة الدخل في الرياض، في مدرسة طينية قديمة بسيطة، يعني تقفل عندما يأتي المطر، و يعني يضع بعض الطلبة الحقيقة أعواد الثقاب أحيانا في باب المدرسة حتى أتغير قليلا، وفي زحمة الأنشطة المدرسية والمعلم الصف بقي في ذاكرتي المعلم حسن السوداني الذي الحقيقة كافة الشرور وكافة
المشكلات. نحن في التعليم الحقيقة نتحدى الإعلام، وإن كنت إعلاميا قبل أن أكون معلما، ولكن هذه كانت قضية الدكتور محمد رشيد رحمه الله الذي عقد مؤتمر الإعلام والتعليم، وافتتحه أيضا أمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، وكان ذلك في بداية 1405 أو 7 أعتقد. كان مؤتمر نوعي كبير جدا، ماذا يريد التربويون من الإعلاميين، ونظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج، وأوراق العمل مرجعية هامة جدا لكل نقاش حول موضوع استثمار الإعلام في قضايا التربية وقضايا الوحدة الوطنية. ظل هذا المؤتمر يبث في الحقيقة الكثير من الرؤى، حتى قيض الله مني سبحانه وتعالى أن أعمل مع الدكتور محمد الرشيد، وكنت أول من بدأ معه العمل قبل حتى أن يؤدي القسم رغم معرفتي به قليلة، وكلفني بأن أكون أول مدير عام للإعلام التربوي في وزارة المعارف أو التعليم حاليا. كانت تجربة الحقيقة لا أنساها، ولكنها مهمة بتعاون المعلمين وتعاون النخبة التربوية آنذاك في بث رسالة الإعلام التربوي ووضع استراتيجية الإعلام التربوي، وبالتالي محاولة استثمار وسائل الإعلام لقضايا التربية ووضع استراتيجية للإعلام التربوي. أنا أقول الحقيقة بأنني أسعد وأفتخر أن أكون بين الرجال والنساء التربية والتعليم في ميدان بناء العقول وإعداد الأجيال وصناعة المستقبل. أنتم مصدر الفخر والاعتزاز، وأنتم يا أهل الإشراف التربوي منكم تذهب الرسالة للمعلمين والميدان التربوي، ثم تذهب إلى الطلاب والطالبات، وبالتالي أنتم من يستحقون الشكر والتقدير على جهودكم وعطائكم وإخلاصكم، والأمل منعقد عليكم في مواصلة تطوير التربية والتعليم والاهتمام بهذه الجماجم الصغيرة التي هي مستقبل الوطن وعدته وعتاده. إخواني وأخواتي، أنتم في فوهة المدفع كما هو الجندي البطل، حيث تحمون العقول وتعززون الروح المعنوية وتحفظون النشء من محاولة الاختراق والغزو الفكري والخيانة الوطنية. لهذه البداية أقول لأنكم في شرف التعليم، فأي شرف لا يضاهيه شرف، وأي مسؤولية وفخر ورسالة تقومون بها، ومعكم قرابة 600,000 معلم ومعلمة يحفظون النشر ويبثون فيهم القيم والمثل التربوية والأخلاقية والوطنية. إخواني وأخواتي، إننا نعيش عصر الإعلام، وأصبح في هذا الوقت له التأثير الأكبر والأقوى في رسم سياسة مستقبل الدول، وذلك من أجل كسب الرأي العام وتوجيهه لما فيه صالح الوطن. وعندما ننظر لوسائل الإعلام حاليا نجد أنها تتمثل في الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية والإذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي والتويتر والفيسبوك والإنستغرام والسناب شات، وكذلك الألعاب الإلكترونية التي أربكت الناس في الآونة الأخيرة بكثرة الحديث عنها. كل هذا الحقيقة يأتي عليه مسؤولية كبيرة الإعلام في تعزيز الوحدة الوطنية، ولكن للأسف نجد أن الصحافة الورقية تعاني كثيرا الآن في الإقبال عليها، فالمجتمع السعودي 83% أقل من 39 عاما حسب إحصائيات المركز الوطني للشباب في جامعة الملك سعود، وأصبح لا يقرأ الصحافة الورقية إلا نخبوية من المسؤولين وكبار السن أمثالي، ووسيلة الإعلانات التجارية والتهاني والوفيات والمقالات التي توجد لفئة محدودة. وربما يقرأ الناس الصحف الآن في المطارات أو في الطائرات. وهنا الحقيقة تأتي مسؤولية أيضا من الصحف، لا زالت الورقية مهمة في أنها ترسل رسالة إلى المسؤول نفسه الحقيقة للاطلاع عليها ومعرفة نبض الشارع من خلال مقالات من خلال الرأي. ثم جاءت الصحف الإلكترونية لتمثل نقلة نوعية مهمة جدا في إقبال الشباب عليها وإقبال المجتمع وصولها إلى الناس. ثم الحقيقة
يأتي الموضوع أيضا الوسائل الحديثة مثل تويتر الآن الذي الحقيقة يعني أصبح وسيلة لإثارة الرأي العام ووسيلة لتقويض الوحدة الوطنية في وجهة نظري، ولم يستغل الاستغلال الجيد من قبل مختلف الوسائل الإعلامية. وطالبت الحقيقة قبل أكثر من سنتين بأهمية وجود وكالة مستقلة للإعلام لإعلام التواصل الاجتماعي ضمن وزارة الثقافة والإعلام، تكون مهمتها التنسيق والتعاطي مع هذه الوسائل، ويكون عليها شاب متحمس وجيد ومتميز ومعه مئات من الشباب الناضضين بحب الوطن وكذلك بفهم رسالة الثقافة والإعلام للتعاطي مع هذه الوسيلة الخطيرة التي أصبحت تنهش في وحدتنا الوطنية. كذلك من الأهمية في مكان أيضا إدخال الصحف الوطنية الورقية إلى المدارس وتعويد الطلبة على قراءتها والاطلاع عليها وتحليلها، لأنها مهمة لنقل أخبار ولاة الأمر وأخبار ما يحدث في المدارس والمعلمين. وقبل أمس أعتقد نشرت جريدة الرياض خبر جميل جدا لإحدى المدارس، مدرسة النماجة الابتدائية في حائل، حيث بادر مدير المدرسة بأن أرسل رسالة جميلة جدا من المدرسة ومن طالبين في المدرسة إلى ولي أمر هو رقيب أول في القوات المسلحة السعودية ليبث له مشاعر التأييد والنصر. فالحقيقة مثل هذه الرسالة التي قامت بها المدرسة وقرأتها على الطلبة وتم فيها شحن الروح المعنوية، أعتقد أنها مهمة جدا جدا في ربط الإعلام واستثماره في وسائل التربية. وأذكر هناك محاولة لإدخال المدارس أيام في عام 1417 مع معالي الدكتور محمد الرشيد، ولكن للأسف الفكرة لم تستمر. ولكن أعتقد المكتبات المدرسية مهم أن تتواجد بها الصحف الرسمية السعودية حتى يطلع عليها الشباب ويربطون بوطنهم. حقيقة فيما يتعلق بموضوع اهتمام أيضا الأمير محمد بن سلمان عبر منظومة مسك فيما يتعلق بمسؤولية المعلمين والمعلمات مهمة في نشر الحقيقة ومناقشة الطلبة حول الإشاعات التي أصبحت تبث من دواعي استخباراتية معادية. وللأسف نحن في جوالاتنا نعيد هذه الرسائل عبر واتساب وعبر منظومة مختلفة ترسخ لحقائق خطرة جدا جدا على بلادنا وعلى أمننا وعلى عقيدتنا. أنا أعتقد أن نحن بحاجة إلى الحذر من الحسابات الوهمية والحرص على تنمية القضايا الأخلاقية الجميلة. الأخ الكريم قبل عدة أمس بالحقيقة الدكتور عبد الرحمن الصايغ طرح منظومة القيم الأخلاقية في التعليم، وراجعني هذا إلى لقاء مع وزير التربية الياباني عندما أكد على أهمية الأخلاق القائمة على التسامح، على القيم، على التعليم، على الابتعاد عن المعلومات فقط. أنه قال أنه الحقيقة النزاهة، النظام، الأمان، الأمانة، احترام النظام هي أكثر ما نحرص عليه في التعليم الياباني. كذلك عندما نرى التعليم الماليزي فرضا، تعليم استطاع أن يؤصل في الناس عن طريق المدرسة صارت القيم والوحدة الوطنية. ولهذا لا نجد الحقيقة أي رهان من التعليم في ماليزيا. أنا أعتقد أنه عندما تعزز قيم الوحدة الوطنية في الناشئة وتعمق ويعرف الناشئ الطفل بوطنه تعريفا ومسؤولية وأن هذا وطن عظيم، وطن عقيدة إسلامية، والطفل يبقى الآن يعني نحن كآباء وأمهات نتائج هذه المدارس، وفي نفس الوقت الطفل يبقى في المدرسة فترات طويلة. إذا عندما يكون محصن لن يصل. الحقيقة لابد أن نشيد بالإعلام الوطني السعودي على مدى الأزمات التي مررنا بها وبالذات مرحلة الإرهاب. لقد كان إعلاميا شجاعا جريئا، تعرض للتهديدات وتعرض للمشاكل سواء كانوا كتاب أو رؤساء تحرير. فتحية إكبار وإجلال للإعلام السعودي، وكذلك الآن يقوم بدور متميز
نأمل إن شاء الله أن يرتفع مستوى هذا الإعلام أيضاً ليواكب رسالة خادم الحرمين الشريفين ورسالة الحزم ورسالة الوطنية التي يقودها الملك حفظه الله وولي عهده وولي عهده حفظه الله، لأننا الآن بلد عظيم، بلد قوي، بلد ضمن منظومة 20 دولة أقوى اقتصاد في العالم، بلد ينظر إليه بكل احترام وتقدير عندما تأتي النوائب وتأتي السياسة ويأتي الفكر، ولهذا يراد هناك من يراد أن يساع إليه. أشكر لكم شكرا جزيلا. أما التعليم فهو التعليم مهم جدا، ولا إعلام إلا بتعليم ولا تعليم إلا بإعلام. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلدنا الوحدة والأمن والاستقرار والخير والأمان، وأن تتذكروا إذا في أحدكم أحد من ذهب إلى إسطنبول مؤخرا ورأى مئات اللاجئين السوريين المساكين الحقيقة، أو رآهم وهم يذهبون إلى أوروبا، يا أخوان ما يراد به لهذا البلد هو أن يكون مثل ما يحدث في ليبيا، ومثل ما يحدث في تونس، ومثل ما حدث في مصر، ومثل الاضطرابات اللي في العراق، والاضطرابات اللي في سوريا، والاضطرابات اللي في اليمن. يجب أن نكون وحدة واحدة مع قيادة ولاة أمرنا، يجب أن لا تصدر منا قرارات أو بيانات أو آراء إلا وفق هذه المنظومة، وفق منظومة مفتي عام المملكة، وفق منظومة هيئة كبار العلماء. لدى هذه الدولة الحكيمة وزارات متخصصة وخبراء ومستشارين وناس الحقيقة مرت البلاد بأزمات كبيرة جدا جدا، كانوا الحقيقة محل الحمد لله النجاح والتميز، واستطاعت القيادة تجنب البلاد الكثير من الفتن. فأنا إخواني وأخواتي عن طريق الواتساب، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، الثقة الكاملة والولاء الكامل لهذه الدولة العظيمة الموحدة التي وحدها الملك عبد العزيز طيب الله فرجه ورجاله حتى أصبحت منظومة للعقيدة والدين والتوحيد والإسلام. وأشكر أختي فاطمة التي سمتني عدة مرات فهد مصيبيح، طبعا فهد مصيبيح أشهر مني، ولد أخوي لاعب المنتخب السعودي، فكثيرا من المحافل الرياضية والشبابية والمحاضرات حتى لقاءات الدولية يقولوا لي فهد يا أخي فهد. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا دكتور.